وإن تعجب فاعجب من هؤلاء الذين ينكرون الله تعالى لأنهم لم يشهدوه ولم يدركوه بحواسهم. كيف يدعون بأن لهم عقولا مع أنهم لا يشهدون بتلك العقول، لا يشهدون تلك العقول بأبصارهم ولا يدركونها بحواسهم؟ فلو كان كل ما لا يبصر ولا يدرك بالحواس لا حقيقة له لزم أن لا تكون لهم عقول. يعني لو كل شيء ما لو كل شيء ما تشوفه وما تحسه ولا تلمسه ولا تذوقه ما موجود، إذا العقل ما موجود. كان يقول يحكى أن عالما أستاذا ملحدا كان يلقن بعض الطلبة الإلحاد ويثبت في أذهانهم فكرة عدم وجود الله، فيقولهم تشوف السبورة؟ قالوا نعم. قال فالسبورة موجودة. أترون الأستاذ؟ قال نعم. قال إذن الأستاذ موجود. أترون النافذة؟ إذن النافذة موجودة. فكل شيء ترونه فهو موجود، وكل ما لا ترونه فليس بموجود. هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله؟ قال الطلاب إذن الله غير موجود. رسخ القاعدة كذا. فقام أحد الطلاب وقال حقيقة أعجبني مثالك أيها الأستاذ وأود أن أستطرد فيه قليلا. قال تفضل تفضل. قال أترون قبعة الأستاذ؟ قالوا نعم. قال فقبعة الأستاذ؟ قال الطلاب موجودة. أترون القميص الأستاذ؟ قالوا نعم. قال إذن قميص الأستاذ موجود. أترون الأستاذ؟ قال نعم. قال إذن الأستاذ موجود. أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ؟ قالوا كلهم غير موجود. فإذا كان كل ما لا تراه غير موجود فعقلك غير موجود.